أحب أشكر دكتورة منى، دكتورة وسام، دكتورة أمل، دكتورة يسرا for this kind invitation. ومتهيألي إن أنا جاية بعد الـ our eminent professors. أنا مش عارفة أقول حاجة بعد كده، لكن بكل تقريب الـ items covered، وأنا هعمل rapid summary regarding aesthetic patients among our chronic liver disease patients. طيب، this is our agenda، وبرضه مش هخش فيها in depth. Regarding whatever the guidelines اللي احنا شغالين عليها, whether it's hepatology guidelines من اول الايزي اللي هي the recent guidelines في 2019 او الاسبن في 2020 regarding the liver disease, كلهم عملوا special concern about the diagnostic او diagnosis of nutrition status among chronic liver disease in general. وبالنسبه لنا النهارده لما اتكلم regard the aesthetic patients, I'll stress on what's the malnutrition among our patient, their impact, the body composition as regarding sarcopenia عشان البروتين سنسز والبروتين لوس اند الانرجي ريكويرمنتس اوف ماي بيشنتس. برضه مش هعرف ازود تاني عن الدكتوره ايناس المالنيوتريشن ان اور بيشنتس البريفالنس ان مالنيوتريشن. لو هتكلم على البيشنت ويز كومبنسيتد ليفر سيروزس ات كان ريتش 20%، لكن لما اتكلم على دي كومبنسيتد ات كان ريتش اب تو 80% 100% فور شور للبيشنت اويتنج على الليفر ترانسبلانتيشن. الفاريشن اوف ليفر دي كومبنسيشن هلاقي ان ستارتنج فروم تقريبا 10% في ريفراكتوري اسايتس ريتشنج اب تو 40% في الهيباتيك انكفالوباسي. والإيتيولوجي of the liver disease can't affect the prevalence or degree of malnutrition. يمكن بس هقول ان المالنيوتريشن از ديسكاست ان في الالكوهوليك بيشنت سبيشالي لان هم عندهم ان هيلثي لايف ستايل وسوشي ايكونوميك ديبريفيشن اللي موجود الكوليستاتيك ليفر ديزيز، يمكن دول اكتر حاجه بشوف فيها المالنيوتريشن ان سبيسيفيك تايبس. طيب what is the impact of acidic patients on the malnutrition؟ بما اني قلت ان معظم البيشنتس عندهم decompensation 80% up to 100% decompensated، الاسايتس هتعمل ايه in three arms في الايتيولوجي of malnutrition؟ لو لقيت هقول ان انا عندي malnutrition يعني عندي decrease في intake increase في الاوتبوت او increase في الكاتابوليك status of our patients. لو هتكلم على decrease في الانتيك هقول decrease في الاورال انتيك، هلاقي ان الاسيتيك patients معظمهم زي ما كنا بنتكلم unpalatable diet، ممنوع الملح، ممنوع العيان مش لاقي حاجه ياكلها، وبالتالي في عندي decrease في الفود انتيك. لو لقيت هلاقي عندهم degree of ascites كل ما تزيد وصلت للتنس ascites increase في الانتر ابدومينال بريشر، decrease في الستومك capacity، الاقي ما عنده early satiety. يا سلام لو البيشنت كمان دخل في frequent paracentesis more protein loss more malnutrition. طب what about الابسوربشن؟ معظم البيشنتس طبعا ماشيين على diuretics منهم الانتي ميتابولايت causing diarrhea more loss. ولو اتكلمت كمان على الهايبركاتابوليك اسايتس يعني peritonitis سواء كان spontaneous bacterial peritonitis او secondary peritonitis دخلوا في inflammation increase في الكاتابوليك state more need for energy. طيب يبقى مع بقى معنى كده بما ان البيشنتس بتوعي برضه نفس الكلام مال نورج، يبقى هبتدي اختار السكريننج اند اسسمنت تولز وبرضه بروبرلي ديسكاست باي اور بروفيسورز. هقول ان البيشنتس بتاعتي بما اني انا عايزه لهم فيري فاليديتد تول، النيو تول اللي احنا اتكلمنا والدكتوره جولدستون تفضلت وقالتها، لكن ستيل لغايه دلوقتي ان النيرس ويل ماست فاليديتد اكوردنج للاسبن 2020. يمكن الرويال ده بالنسبه لي الماست برضه علشان الصوره اللي احنا عارفينها وكلنا اشتغلنا عليها، لكن لو هقول العيان بتاعي الاسيتيك هيفرق في ايه مع الماست، هلاقي ستيب 1 البي ام اي اي هاف تو اكستراكت الويت ويت واطلع منه دراي ويت واحسب على اساسه البي ام اي والويت لوس. لكن تيك انتو كونسيدريشن ان حكايه الويت لوس البيشنت بتاعي ماشي على دايوريتيك اور نوت، يعني الويت لوس مش معناها بس ان الويت اكشوال ويت اوف ذا بيشنت، لا هو واخد دايوريتكس يعني حصل ريدكشن في الاسيتيك او اللور ليم اديما الفلويد اوفرلود هطرحه منه واشوف ممكن يبقى ستيل ذا سيم ويت لكن الاسايتس هي اللي قلت او الاسايتس زادت والاكشوال بادي ويت بتاعه هو اللي قل ديو تو الديكريز في الانتيك. طبعا النيرس نفس الكلام، هلاقي البي ام اي بيتحكم في الفيرست كويستشن بتاعنا، مش هدخل في تفاصيله وده شكله اللي احنا عارفينه عشان ما ضيعش الوقت. بقى هنتكلم على برضه رويال فري هوسبيتال از سكريننج تول فور مال نيوتريشن سبيشال بيشنتس اويتنج فور ليفر ترانسبلانتيشن، لان هو لغايه دلوقتي ستيل فور فيرذر ستاديز لسه ما نزلش في الجايد لاينز لكن از ا فري بروميسينج تول.
طيب هنخش بعد كده. هو ده شكل الفري هوسبيتال الرويال فري هوسبيتال سكور. ولو بصيت فيه بما ان احنا قلنا ان هو مينلي فور بيشنتس اون ويتنج ليست اوف ليفر ترانسبلانتيشن، فهقول ان اول بوينت فيه بتحطني البيشنت عنده فلويد اوفرلود اور نوت. وانس ان يس خلاص اخد 1 بوينت، ولو بصيت تحت هلاقي 1 بوينت اتس مين ات ريسك اوف مال نيوتريشن. طيب لو دخلت بعد كده هو في مور اذر اسوشيشنز هخش في الهاي ريسك جروب على طول. طيب بما ان البيشنت بتاعي بيبقى اسيتيك وعنده ماسيف اسايتس او ماسيف لور ليب اديما، غالبا بيبقى البيشنت بتاعي بيبقى بيد ريدن اسوشيتد ويز اذر تايبس اوف ديكومبنسيشن، ممكن يبقى انكفالوباسيك وات ايفر الكوز بتاعي ايه. هلاقي العيان بتاعي بيد ريدن، انا محتاجه اعمل ايه؟ محتاجه اعمل بيد سايد تول فور اسسمنت. بما ان عندي اسايتس او لور ليب اديما مش هقدر اعتمد على الويت، محتاجه الاقي في عندي تول اقول ان العيان بتاعي ده مال نورشد اور نوت، وفي نفس الوقت تو اسس البريزنس اوف ساركوبينيا او الماسل لوس. هقول ان الكوانتيتيف ميجرمنتس للنيوتريشن ستيتس سو ديفيكلت زي ما قلنا، لكن هبتدي ابص على ايه. هلاقي ان النيوتريشن ستيتس كان بي اسيسد باي سبجكتيف جلوبال اسسمنت، معظمنا اشتغل عليه بنعلمه للنواب بتوعنا يبصوا عليه، لكن ات هاز ا فيري انتر اوبزرفر فاريابيليتي، مش كل الناس تقدر تطلع نفس النتيجه لان عندي جريز اب تو 7، فممكن عيان يطلعه لي 5، عيان او نيب ثاني يطلعه لي 7، فلازم يبقى ويل تريند ويبقى اونلي وان اوبزرفر تو بريفنت الانتر اوبزرفر فاريابيليتي. طيب الميد ارم سيركمفرنس والترايسبس سكين فولد اسسمنت عشان ادخلهم برضو، دي الايكويشن الوحيده دكتور ايناس اللي محتاجه ان انا استعملها عشان اطلع الميد ارم ماسل سيركمفرنس اللي بعتمد عليه. يمكن الاريا دي الوحيده اللي ما بقاش فيها اديما انلس في لوكال سيلولايتس، اذر ذان ذات الاريا دي الوحيده اللي ما فيهاش فلويد اوفرلود اقدر اقول العيان بتاعي ساركوبينيك اور نوت. يس اوف كورس ده الكاليبر نفسه، الكاليبر ممكن عيان يطلع لي ده برقم وده برقم، هو كله فيه انتر فاريبيليتي. اه هو فيه كله سبجكتيف. يس اوف كورس ده شكل السبجكتيف جلوبال اسسمنت بتاعنا، وزي ما قلنا ان هو الانتر فاريبيليتي اللي موجوده انتر اوبزرفر فاريبيليتي از ريجارد الفانكشنال الاكزامينيشن. حتى ايفن الفاتوس لما كنا بنتكلم نقول لك طب بص على الكلافيكل الهولو اللي فوق اخبارها ايه، لا دي جزء ممكن تبقى ايه بي سي، لا لا خلي بالي الكوادريسبس، فكل خطوه في السبجكتيف هلاقي فيها فاريبيليتي. ده شكل طبعا البيشنت جنريتد وده مور ابليكابل ناو. الانثروبومتريك ميجرز مش هتكلم عليها، بس ده طبعا الشكل عشان الاكيرسي اللي احنا كنا بنقول عليها ان انا اطلعها الميد واي، وطبعا اساتذتي عارفينها اكتر مني، وده الكاليبر اللي ما فيش حد ابدا طلع رقم زي التاني فيه. انا هستأذن من حياتي، انا كان نفسي اكمل جدا. لا لا خلاص اوفرلودنج، عندنا سيشن بتاع الكاليبريتي ليبرتيز وحضرتك بعد دقيقتين. انا فاضل لي دقيقتين بالظبط خالص. لا لا خالص في السي. وهستأذن الدكتوره وزي ما جدا جدا يا دكتور منى، ميرسي جدا لحضراتكم. ربنا يبارك في حضرتك. شكرا شكرا. خلاص دلوقتي عملوا كومباينيشن ما بين الرويال فري هوسبيتال والسبجكتيف جلوبال اسسمنت عشان تو افويد ذيس فاريابيليتي، ولقوا ان هي فيري سترونج بريدكتور اوف موربيديتي اند مورتاليتي بات ات كونسيوم تايم، يعني تقريبا كل عيان ياخد له نص ساعه لساعه الا ربع عشان اقدر اشتغل على التو تولز دول، لكن اتس ا فيري جود بروميسينج فور ذا نيكست فيو ييرز. طبعا حتى الايزل 2019 حط لي النيوتريشن او الويل فلويد ريتينشن اول خطوه فوق اذا كان في فلويد ريتينشن ولا لا، وتاني وفي الاخر خالص حط لي الاسسمنت اوف نيوتريشن ستيتس ويز ديفرنت ديجريز من الجايد لاينز بتاعتنا. طيب خلاص انا عملت اسسمنت ومش هقدر اقول اكتر من كده في بعد اللي اتقال، لكن هبتدي اشوف واتس اور نيوتريشنال بلان. طبعا الديفرنت ديجريز علشان اعمل ايه؟ عشان اقول مايلد ولا مودريت ولا سيفير، وده كلينيشن طبعا هو اللي بيعملها. ابتدي احسب الانرجي اكسبنديتشر يوجوالي ايوفولوميك، فانا بستخدم دايما الاي الاكشوال بودي ويت، فعيانين بستخدم الاكشوال بودي ويت، لكن انهي بودي ويت لازم اي هاف تو اكستراكت، يعني ما ينفعش اقول ان العيان بتاعي وزنه مثلا بيجي لي عيانين كلهم 60 و70 كيلو، ابص وتيجي تخصم منه الاقي العيان وصل ل 40 و45، فده بيديني ان انا تو افويد ان انا اعمل الري فيدنج ريسك اللي انا بتكلم عليه، ما ينفعش احسب على الاكشوال ويت. الري فيدنج ريسك بما ان كلهم مال نارش او ات ريسك اوف مال نيوتريشن اكيد مش واخدين الريكويرمنتس بتاعتهم، جزء منهم كان انكفالوباسيك مش قادر ياكل واهله ما بيبقوش عارفين، وبالتالي فستارت ويز 50% اوف ذير نيدز، يعني تقريبا بال 15 كيكال على الادجستد او سوري الدراي ويت اللي انا بتكلم عليه
increasing gradually up to ان انا اوصل لغايه ال 30 اللي انا عايزاها. اهم حاجه بقى دلوقتي لو العيان فايق وبقول له لازم تاكل، اهم حاجه ان انا غير ان انا اقسم الوجبات زي ما الدكتور عم بتفضل وقال لخمس لست وجبات في اليوم، I have to take care into the last meal اللي بنسميها البيت تايم سناك. عشان ايه؟ علشان الاكسلريتد ستارفيشن اللي احنا قلنا عليه. عياني ما ينفعش يقعد اكتر من 8 ساعات ما يحطش حاجه في بقه. العيان ده هيخش مني في سيفير هايبوجلاسيميا، سيفير كاتابوليك ستيت، سيفير ساركوبينيا اند مور ديستراكشن اوف هيز لين بودي ماس. وبالتالي فانا لازم اديله البيت تايم سناك. اي وجبه حد هاله يقول له ياكل اي حاجه، لا، it should be of a complex carb عشان يبقى فيه gradual release of insulin all over the night لو 8 ساعات اللي انا بديهم، وبلازم ابقى معاهم البرانشد تشين امينو اسيدز اللي هي بتعمل لي مور في البروتين سنسز. ما ينفعش ان انا اقول له ياكل لي اي حاجه يقول لي اصل انا خدت فاكهه وخلاص، الموضوع ده ما ينفعش. طيب what about the protein requirements؟ النورمال نارج طبعا up to 1 من صراحة بستارت with 1.2 لكن ممكن I can reach 1.5، لكن to replenish المال نارج with sarcopenic up to starting with 1.5 from the start. الadequate protein should be taken into consideration في العيانين اللي عندهم repeated paracentesis. ما ينفعش العيان يخش لي كل اسبوع يسحب لي ما بين 3 لتر ل 7 لتر والعيان بعد كده يروح يخش لي في انكفالوباسي وامنع عنه الاكل كمان، يبقى انا كده بعمله ايه؟ بعمله more sarcopenia, more protein loss and more deterioration, more progression. السيروتيك بيشنتس واللي خايفه منهم ان هم يخش معايا في انكفالوباسي ما بمنعش البروتين زي ما الدكتوره ايناس تفضلت وقالت، لكن كل اللي انا بعمله ان انا ستارتنج بوينت اوف ذا انيمال بروتين اوف برانش تشين امينو اسيدز ستارت اوف 0.25 فروم ذيس اند كومبليت ذا ريكويرمنتس اللي هي 1.2 تو 1.5 باي ذا انيمال سو باي ذا بلانت بيزد بروتين ويتش از ذا فيجيتابلز الليجيومز، وابتدي اكمل التوتال ريكويرمنتس اوف ذا توتال بروتين. لكن ما ينفعش ان انا اوقف اي بروتين انيمال بروتين. طيب هل البرانش تشين امينو اسيد دايما بديهم ايه؟ بديهم الديري برودكتس وعلبه الزبادي قطعه الجبنه طبعا علشان ولو هو اسيتك بقلل منها الملح وهنتكلم عليها كمان شويه، لكن وديها معاها الكومبلكس كاربس بالليل قبل النوم، لكن ما ينفعش ان انا اوقفها خالص. يفطر يفطر عدس ويفطر فول وياكل كل الكلام ده كله، ما ينفعش ان انا اوقفه تماما. طيب عياني الاسيتك هعمله ايه از ريجارد الصوديوم؟ لازم اعمل ريستريكشن مع كومبايند ويز الدايوريتك ثيرابي، وهنتكلم بعد كده بنقول ان يمكن 20% اوف اور بيشنت كان كنترولد الاسايتس باي اونلي صوديوم ريستريكشن، لكن من 80% لازم استعمل معاهم الدايوريتك ثيرابي الصوديوم تيل 2 جرامز بير داي، واخلي بالي زي ما قلنا من البالاتابيليتي لان ده بيعمل البيشنت بتوعي بيعملوا اوفر ريستريكشن اوف ذا صوديوم. طيب الدايتري صوديوم اي هاف تو ايكوالايز، يعني لازم اعمل الصوديوم ريستريكشن يبقى ايكوالي او سوري ليس ذان اليورينري صوديوم اكسكريشن، ودي الايكويشن اللي بعمل بيها. لو انا بتكلم على صوديوم بير سي بتكلم على 2 جرامز، لكن بتكلم على ملح الطعام اللي هو الصوديوم كلورايد المعلقه اللي هي تقريبا 5 جرام عشان بس ما يبقاش فيه لخبطه الناس بتتكلم عليها. الهايبوناتريميا لو البيشن بتاعي قل عن 125 واحيانا بنتكلم على 120 I have to do fluid restriction، وخلي بالي ان ال non-osmotic release of antidiuretic hormone decrease the clearance of free water in those patients. طيب الدايتري سورسز اوف صوديوم عباره عن ايه؟ لما اجي اقول للعيان بتاعي قلل الملح ما تحطش الادد ملح، هيبقى انا كده بعمل له ريستريكشن اوف اباوت 12% اوف ذا توتال سولت، لان انا عندي اباوت 77 اوف ذا هيدن سولت، هو ده اللي العيان ما بيبقاش عارفه وبيكمل فيه وما بيبقى يقول لي الميه بتزيد وباخد دايتك ومش عارف الميه بتزيد ليه. احنا قلنا اهو الايتنج والكوكينج تقريبا 11% والناتشورال اوكينج تقريبا 12%. الهيدن سولت اللي بتكلم عليه كل اي حاجه معلبه، اي حاجه محفوظه، الفروزن والبريبيرد السوسز السوبس كل الكلام ده مليان سولت. لو خدت بالي هلاقي السناكس الصغيره دي لو بتكلم هلاقي فيها 450 ملي جرام اوف صوديوم، ده الاونس الواحد. لو خدت السوب ريدي ميد اللي بنشتريها من بره تقريبا اخد هاف اوف هيز ريكويرمنتس. الباستا طبق المكرونه الحلو الجميل ده تلت الريكويرمنتس اللي احنا محتاجينها في التوتال سولت، فلازم ااكد عليه واقول له وانت بتستخدم الاكل استعمل ايه. وبرضه نفس الكلام البيتزا تقريبا الثيرد اوف هيز ريكويرمنتس. طيب انا مش قادره اقول له، بقول له خلاص وقف الملح. طيب هيقول لي في دلوقتي بدائل الملح موجوده في السوق السولت سبستيتيوتس، فهنتكلم هنقول ان البوتاسيوم از ا هيلثي سبستيتيوت، بالذات ان احنا كمان ده وان اوف ذا كومبوننت اوف ذا داش دايت ويتش لوور البلاد بريشر ان جنرال، لكن اخلي بالي ان البيشنت بتاعي ما بيبقاش سولو، يعني ما بيبقاش عنده كيدني ليفر ديزيز اونلي، ممكن يبقى عندي هيباتورينال وداخل في رينال امبيرمنت، عيان ده ممكن يبقى هايبرتنسيف وعنده هاي بلاد بريشر دايابيتك، وبالتالي فانا ما اقدرش
اقول له لا لو سمحت خد لي كمان البوتاسيوم معاك. الدايوريتكس اللي بيستعملها لو هي بوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس يبقى انا بعمل اوفرلود للبوتاسيوم، بعمل اوفرلود للكيدني، ابقى انا كده بضر عياني اكتر من اللازم. طيب ممكن اديله ايه؟ ممكن دي الحاجات كمان الدايتري ريتش ان بوتاسيوم، واشهر حاجه طبعا العينين بتوعنا بيقول لك ايه، ناكل فاكهه، طيب خد الموز وخد الافوكادو وخد السيترس فلويدز، السيترس جوسز، كل ده مليان فيه البوتاسيوم. لو انا استعملت الدايوريتكس في عيان الاسايتس هبتدي اشتغل على ايه؟ هبص ان في سايد افكتس عاليه جدا، طبعا الدي هيدريشن وكان بي مونيتورد فور اور بيشنت، بقول له الدراي ماوس، السيرسي سنسيشن، الكالر اوف هيز يورين از ريجارد هو مش كوليستاتيك علشان بس الكالر، هايبوتنسيف اللي العيان دخل في كونستبيشن، في هيدك، الويكنس، والموست امبورتنت از ريجارد الدايوريتكس هي الماسل كرامبس. كل عياننا بيشتكوا من ماسل كرامبس، نبتدي نعمل لهم ايه؟ فدايما باكد عليهم ان الكالسيوم والمغنيسيوم من الحاجات المهمه جدا، فابتدي اديهم كالسيوم ريتش فود اكوردنج تو ذا ستيبل، هلاقي عندي الديري برودكتس كلها هاي ان كالسيوم، يبقى انا كده بقطع عصفورين بحجر واحد، اديته برانش تشين امينو اسيدز واديته الكالسيوم اللي هو محتاجه. طيب في نفس الوقت المغنيسيوم هلاقي فيها ايه؟ اشهر ثلاث حاجات طبعا النتس، بما انها برضو مليانه بالبوفا والموفا، يعني هلاقي عندي الكاجو، هلاقي البامكن، الالموند، البينات، يبقى انا كده برضو اديت الريكويرمنتس اوف ذا توتال فات من غير ما اضر عياني بالكوليستاتيك، في سبيشالي في الكوليستاتيك بيشنتس، واديتهم المغنيسيوم اللي هو محتاجه. طيب اور تيك هوم مسج ايه هي؟ اني نيوتريشنال بريسكريبشن اجين 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 شود بي تايلرد اكوردنج ذا كونديشن اوف ذا بيشنت، سبيشلي ان ذا بري ايلنس، دورينج ايلنس، اند بوست ايلنس، اكوردنج تو ذا ستيج اوف ذا ديزيز. الرويال فري هوسبيتال اسوشيتد ويز سبجكتيف جلوبال اسسمنت از ناو ا فيري جود انديكيتور فور موربيديتي اند مورتاليتي. اور ايم تو ميت هيز انرجي ريكويرمنتس، هيز بروتين ريكويرمنتس، اي ستارتنج فروم ذا انترال نيوتريشن فيرست اند تو افويد الكومبليكيشن اوف اذر تكنيكس. الادفايس اوف ريجولر ميلز اند سناكس، افويد prolonged فاستنج تو امبروف توتال بودي بروتين ستيتس باي ذا بيت تايم سناك، اند ريبلينش المال نورش سيروتيك ويز ا بروتين اب تو 1.5 ستارتنج فروم 0.25 اوف ذا برانش تشين امينو اسيدز. سوديوم ريستريكشن بيلو 2 جرامز بير داي. كالسيوم مغنيسيوم ريتش فود از فيري امبورتنت تو افويد الماسل كرامب فولوينج الدايوريتكس. اند ثانك يو.